أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة للتوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب. وخلال مشاركته في الاجتماعات والتي تستضيفها الكونغو، شدد شكري على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها الشركاء الدوليون لضمان نجاحها، معتبرا أن هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل. كما أعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية والتي عرقلت جولات المفاوضات السابقة، ومؤكدا أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف فسيكون هناك اتفاق يفتح آفاق الرحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها.